أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، أهلا ومرحبا بكم في الدروس المقدمة عن بعد في مادة العلوم الفيزيائية للسنة الثالثة ثانوي إعدادي. لهذه الحصة سوف تكون على شكل تمارين الدعم والتثبيت في جزء المادة، وبالضبط في درسين المواد والأجسام أو أمثلة لبعض المواد المستعملة في حياتنا اليومية، والدرس الثاني المواد والكهرباء. لتصميم الحصة سوف يكون على الشكل التالي: لا بد وأن أقوم بتذكير للدرسين السابقين، ثم سوف نقوم بإنجاز تمارين استرداد معارف ومكتسبات وبعض التطبيقات في هذه الدروس. إذن الدرس الأول، رأينا في الدرس الأول أمثلة لبعض المواد المستعملة في حياتنا اليومية، بأن الأجسام تتكون من مواد، ويمكن للجسم أن يتكون من مادة واحدة أو أكثر. إذا تتكون الأجسام من مادة واحدة أو عدة مواد مختلفة. يمكن لنفس المادة أن تدخل في تركيب عدة أجسام. إذا يمكنني أن أجد مادة في عدة أجسام، مثلا مسطرة من البلاستيك، قلم من البلاستيك، كرسي من البلاستيك. إذا هذه المادة البلاستيكية أو هذه المادة هي تدخل في تركيب عدة أجسام. كما رأينا في هذا الدرس بأن المواد تنقسم إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى مجموعة المواد البلاستيكية. هذه المجموعة أو هذه المواد تستعمل في التعليم والتغليف كذلك، كما أنها عازلة للكهرباء، لا تسمح بمرور تيار الكهرباء. المجموعة الثانية سميت بمجموعة الفلزات، مثلا الحديد، النحاس، الألومنيوم، الزنك، إلى غير ذلك من الفلزات. هذه الفلزات أو هذه المجموعة من المواد تتميز بقابليتها للتوصيل الكهربائي، تتميز بخاصية التوصيل الكهربائي، هذه هي الخاصية الأساسية لهذه المجموعة. المجموعة الثالثة والأخيرة وهي مجموعة المواد الزجاجية أو الزجاج، ولها مجموعة من الخصائص الفيزيائية من بينها أنها غير منفذة للسوائل، غير أو قابلة للانكسار، وغير موصلة للتيار الكهربائي. نمر إلى التذكير بما رأيناه في الدرس الثاني وهو المواد والكهرباء. تعرفنا وقلنا بأن الذرة تتكون من نواة وإلكترونات. النواة تتوسط الذرة، يعني أنها توجد في وسط الذرة شحنتها الكهربائية موجبة قيمتها زائد زد، وكتلتها تقريبا تساوي كتلة الذرة، المكون الأساسي الثاني للذرة هي الإلكترونات. إذا الإلكترونات في حركة حول النواة شحنتها الكهربائية سالبة قيمتها ناقص زد، حيث أن زد هو العدد الذري، ثم أن كتلتها مهملة، يعني أن كتلتها صغيرة جدا يمكن إهمالها. نمر إلى الجزء الثاني من هذا الدرس، درس المواد والكهرباء. تعرفنا فيه وقلنا بأن الذرة يمكن أن تفقد الإلكترونات كما يمكن أن تكتسب الإلكترونات. عندما تفقد الذرة الإلكترونات فهي تتحول إلى أيون موجب أو كاثيون، وعندما تكتسب الإلكترونات فهي تتحول إلى أيون سالب أو أنيون. هناك نوعان من الكاثيونات، هناك كاثيونات أحادية الذرة ناتجة عن فقدان ذرة واحدة لعدد معين من الإلكترونات، وهناك كاثيونات متعددة الذرات تتكون من مجموعة من الذرات، وهذه المجموعة فقدت عدد معين من الإلكترونات. وكذلك الأنيونات كذلك، فهي نوعان: هناك الأنيونات أحادية الذرة وهي ناتجة عن اكتساب ذرة واحدة لعدد معين من الإلكترونات، وهناك أنيونات متعددة الذرات وهي تتكون من مجموعة من الذرات مرتبطة فيما بينها، وهذه المجموعة من الذرات اكتسبت عدد معين من الإلكترونات. إذا نبدأ تمارين استرداد المعارف والمكتسبات. أول تمرين، تمرين رقم 1، السؤال الأول في هذا التمرين هو: أتمم الفراغ بما يناسب. يعني عندنا مجموعة من الجمل بها فراغات، يجب ملء هذه الفراغات.
هل يمكن صنع عدة من نفس؟ إذا يمكن صنع عدة أجسام من نفس المادة. إذا عدة أجسام يمكنني أن أصنعها من نفس المادة، مثلا قلم من البلاستيك، مسطرة من البلاستيك، كرسي من البلاستيك، صحن من البلاستيك، هناك عدة أجسام ولكن مصنوعة من نفس المادة اللي هي مادة مثلا البلاستيك. الجملة الثانية، الزجاج والبلاستيك هي مواد الكهرباء بينما الفلزات هي مواد. إذا الزجاج والبلاستيك كما رأينا في الدرس الأول هي مواد عازلة لا تسمح بمرور التيار الكهربائي، نقول بأنها عازلة للكهرباء. أما الفلزات أو بينما الفلزات هي مواد موصلة، مواد موصلة تسمح بمرور التيار الكهربائي. الفلزات تسمح بمرور التيار الكهربائي. يمكن اختبار الطفو على الماء من التمييز بين المواد؟ نعم، بين المواد البلاستيكية، لأن المواد البلاستيكية يمكنني أن أميز بينها عن طريق ما يسمى باختبار الطفو على الماء العذب والماء المشبع بالملح. نمر إلى الجملة الموالية، تمكن خاصية الجذب من طرف مغناطيس من عزل أو من التمييز من عزل فلز الحديد، نعم، عن باقي الفلزات، لأن الفلز الوحيد الذي يجذب إلى المغناطيس هو فلز الحديد ولديه هاته الخاصية. نمر إلى الجملة الموالية، ينتج عن ذرة أو مجموعة من الذرات مرتبطة فيما بينها، نعم، فراغ أو فراغ آخر، إلكترونا أو أكسيد. إذا من الذي ينتج عن ذرة أو مجموعة من الذرات؟ نعم، هو الأيون. إذا الأيون هو عبارة عن ذرة فقدت أو اكتسبت عدد معين من الإلكترونات. إذا ينتج الأيون عن ذرة أو مجموعة من الذرات مرتبطة فيما بينها، شنو نوقع عليها؟ فقدت أو اكتسبت إلكترونا أو أكسيد. نمر إلى السؤال الثاني في هذا التمرين، دائما نحن بصدد إنجاز تمارين استبدال المعارف والمكتسبات. سؤال ثاني في هذا التمرين، أجب بصحيح الخطأ ثم صحح الجمل الخاطئة. نبدأ بالجملة الأولى. الجملة الأولى، الإلكترونات مشحونة بكهرباء موجبة. نعم، بطبيعة الحال هي إجابة خاطئة كما رأينا في الدرس السابق أو درس المواد والكهرباء، قلنا بأن الإلكترونات مشحونة بكهرباء سالبة. إذا خطأ، إلكترونات مشحونة بكهرباء سالبة، وهذا هو الصحيح الجملة. نمر إلى الجملة الموالية، الذرات متعادلة كهربائيا. هل هي إجابة صحيحة أم خاطئة؟ بالفعل هي إجابة صحيحة، قلنا وقد ركزنا على ذلك في الدرس الثاني وبالضبط في الجزء الأول منه، وقلنا بأن جميع الذرات متعادلة كهربائيا، يعني أن الشحن الموجبة الموجودة في النواة أو عدد الشحن الموجبة الموجودة في النواة يساوي عدد الشحن السالبة الموجودة في الإلكترونات. الجملة الموالية، تختلف الذرات باختلاف عددها الذري واختلاف نواته. وهذا رأيناه في الحصة السابقة أو في الدرس السابق، وكذلك في السنة الماضية في السنة الثانية ثانوي إعدادي في درس الذرات والأيونات، وقلنا بأن الذرات نعم تختلف باختلاف نواتها واختلاف كذلك عددها الذري. نمر إلى الجملة الموالية، إذا ينتج الأيون الموجب عن اكتساب الذرة للإلكترونات. إذا الأيون الموجب أو الكاثيون هو ناتج عن اكتساب الذرة للإلكترونات. نعم، إجابة خاطئة، بل ينتج عن فقدان الذرة للإلكترونات وليس اكتسابها. الجملة الموالية، تتجمع كتلة الذرة في نواتها. هل صحيح أم خطأ؟ نعم، الإجابة صحيحة، وقد قلنا ذلك وركزنا عليه في درسنا السابق، وقلنا بأن كتلة الذرة تساوي تقريبا كتلة النواة. يسمى الأيون الموجب بالكاثيون. هل صحيح أم خطأ؟ نعم، إجابة صحيحة، قمنا بتسمية الأيون الناتج عن فقدان الذرة للإلكترونات بالكاثيون. نمر إلى التمرين الثاني، دائما ضمن تمارين استبدال المعارف والمكتسبات. السؤال الأول،
سجل على الجدول التالي أسماء المواد وأسماء الأجسام من بين الأسماء التالية. إذن ليش هناك جدول بهذه الأسماء؟ بعض الأسماء هي عبارة عن مواد والبعض الآخر عبارة عن أجسام. إذا نبدأ، كأس من النحاس، هل هو عبارة عن جسم أم مادة؟ نعم، هو عبارة عن جسم، هو عبارة عن جسم ويتكون من مادة النحاس. الاسم الموالي الزجاج، إذا الزجاج هل هو عبارة عن جسم أم عبارة عن مادة؟ نعم، هو عبارة عن مادة، إذا الزجاج هو عبارة عن مادة وليس بجسم. نمر على الاسم الموالي المسطرة، نعم، هل هي جسم أم مادة؟ نعم، المسطرة هي عبارة عن جسم ويمكن أن تكون مصنوعة مثلا من مادة البلاستيك أو مادة الألومنيوم إلى غير ذلك. نمر إلى الاسم الموالي كمينة بلاستيكية، نعم هي عبارة عن جسم. حاسوب، نعم عبارة عن جسم وليس مادة. ثم فضة، الفضة هل هي عبارة عن جسم أم مادة؟ أم مادة؟ نعم، الفضة هي عبارة عن مادة وهي تنتمي إلى مجموعة الفلزات. ثم الاسم الموالي هو مسمار حديدي، نعم هو عبارة عن جسم، عبارة عن جسم. متعدد كلورور الفينين، هل هو عبارة عن جسم أم مادة؟ نعم، هو عبارة عن مادة، وهو عبارة عن مادة بلاستيكية. متعدد كلورور الفينين أو PVC en français أو بالفرنسي. دائما في التمرين الثاني، سؤال ثاني في هذا التمرين ضمن تمارين سند المعرفة المكتسبات، إذا سؤال ثاني سل بخط. سل بخط، إذا سوف نقوم بإيصال المجموعة الأولى بالمجموعة الثانية. إذا الحديد، الحديد هل هو أيون موجب؟ هل ينجذب إلى مغناطيس موزعة في السحابة الإلكترونية إلى غير ذلك؟ سوف نبحث عن ما يناسب الحديد. إذا الحديد نعم هو عبارة أو ينجذب للمغناطيس، هو مادة فيزياء وحيدة تنجذب إلى المغناطيس. شحنة ابتدائية، إذا الشحنة ابتدائية قيمتها نعم هي V تساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. هذا رأيناه في الدرس السابق وقلنا بأن الشحنة الابتدائية هي أصغر شحنة موجودة، هي أصغر شحنة موجودة. نعم كتلة الذرة، نعم كتلة الذرة متمركزة أساسا في النواة، وقلنا بأن الذرة كتلتها تقريبا تساوي كتلة النواة. ثم الكاتيون، نعم أيون موجب، إذا الأيونات الموجبة تسمى كذلك الكاتيونات. العدد الذري ريحان هو يمثل عدد الإلكترونات الذرة، يمثل عدد الإلكترونات الذرة. ثم الشحنة الكهربائية السالبة، دائما ما نجدها موزعة في السحابة الإلكترونية، لا نجدها في النواة بل موزعة في السحابة الإلكترونية. لنمر إلى الفقرة الثانية من التمارين، التطبيقات. التمرين الأول أو تمرين رقم واحد، إذن العدد الذري لذرة الكروم هو Z تساوي 24. إذن ذرة الكروم هي عبارة عن ذرة تنتمي إلى مجموعة الفلزات، عددها الذري Z يساوي 24 ورمزها هو Cn. أولا حدد عدد إلكترونات ذرة الكروم. قد قلنا بأن العدد الذري Z يمثل عدد إلكترونات الذرة، إذن فإن عدد إلكترونات ذرة الكروم سوف يكون هو نعم هو 24، إذا هو 24، إذن عدد إلكترونات ذرة الكروم هو 24. السؤال الثاني، حدد شحنة إلكترونات ذرة الكروم بدلالة الشحنة الابتدائية E. أول حاجة نركز، حدد شحنة الإلكترونات، إذا شحنة الإلكترونات خصني نكون عارف بأنها دائما سالبة، صحيح، قيمتها هي ناقص زد أو، صحيح، ثم نعوض زد بقيمته، نعم، إذا كيو أو يعني شحنة الإلكترونات تساوي ناقص زد أو، رأيناه في الدرس، نعوض زد بقيمتها، زد ديال ذرة الكروم هي 24.
24 فراح يحصل على ناقص 24 او عفوا. نمر الى السؤال الموالي. السؤال الموالي المطلوب هو تحديد شحنة نواة ذرات الكروم بدلالة شحنة ابتدائية او. إذن يجب تركيب شحنة نواة، يعني يجب أن تكون شحنة موجبة. إذن قمنا بهذه التطبيقات في الدرس وقلنا بأن شحنة النواة بصفة عامة تساوي زائد زد، حيث أن زد هو العدد الذري و هو الشحنة الابتدائية. عوض ذلك المسافة نحصل على زائد 24 أو. نمر إلى السؤال أو الشطر الموالي من التدريب. إذن تفقد ذرة الكروم سائل قبل حرمتها إلكتروني فتتحول إلى أيون الكروم، نعطي إذا المعطيات الشحنة الابتدائية أو تساوي 1.6×10^-19 كل. مطلوب في السؤال الأول من هذا التدريب أو من هذا السؤال حدد عدد الكترونات ايون الكروم. عدد الكترونات ماشي ذره الكروم، ايون الكروم. قلنا بان ذره الكروم فقدت الكترونين، فاصبح لديها نقص في عدد الالكترونات. اذا باش نحصل على عدد الكترونات ايون الكروم يكفي ان اقوم بطرح عدد الالكترونات المفقوده. الكترونات مشاو خصنا نحيدو من الحساب. اذا زاد ناقص اثنان يعني 24 ناقص اثنان يعني ان عدد الالكترونات التي يتوفر عليها ايون الكروم هي 22 الكترون. نمر الى السؤال الموالي. احسب شحنة الكترونات ايون الكروم بدلالة الكروم. اول حاجة شحنة الالكترونات دائما ستكون سالبة. اذا إذا شحنة الإلكترونات دائما أول حاجة نبدأ بها هي إشارة ناقص لأن شحنة الإلكترونات سالبة. فمن يمكن نحسب شحنة الإلكترونات الأيون من الأحسن نفتح قوس ثم زد اللي هو العدد الذري ديال الذرة الناتج عنها الأيون وغادي نطرح منه عدد الإلكترونات المفقودة. إذا في أو شحنة الإلكترونات تساوي ناقص زد ناقص 2. علاش قلت ناقص 2؟ لأن هذه الذرة أو هذا الأيون عفوا ناتج عن فقدان هذه الذرة للإلكترونين. ثم هذا القوس بطبيعة الحال إذا بدأت تعوض زد بقيمتها. لأن ذرة الكروم عدد الذري يساوي 24. إذن 24 ناقص 2 22 والنتيجة هي ناقص 22 أو. ولكن مطلوب مني في هذا السؤال هو حساب شحنة الإلكترونات بدلالة الكولوم. إذا شنو خصني ندير؟ يجب تعويض الشحنة الابتدائية بقيمتها. إذا تساوي ناقص 22 مضروبة في 1.6×10^-19 لأن قيمتها 1.6×10^-19 كولوم تساوي عملية حسابية بطبيعة الحال ناقص 35.2×10^-19 كل. آخر سؤال. أحسب شحنة أيون الكروم بدلالة الشحنة الابتدائية أو. كذلك الأيونات تتوفر على إلكترونات وعلى نواة. إذا طلب مني أن أحسب أو أحدد شحنة الأيون فيجب إضافة شحنة نواة هذا الأيون إلى شحنة إلكترونات هذا الأيون. إذا شحنة الأيون تساوي شحنة نواته زائد شحنة إلكتروناته. قمنا بحساب شحنة النواة لا تتغير سابقا، شحنة النواة لا تتغير سواء بالنسبة لذرة الكروم أو بالنسبة لأيون الكروم تساوي زائد 24 أو. بالنسبة لشحنة الإلكترونات فقد قمنا بحسابها في السؤال باء. إذا كانت القيمة لنا هي ناقص 22 أو. نقوم بإضافة شحنة الإلكترونات إلى شحنة شحنة النواة إلى شحنة الإلكترونات هذا الأيون فنحصل على زائد 2. إذا فهذا عبارة عن أيون موجب أو عبارة عن كاتيون لأن شحنته موجب. التمرين التالي. إذا نعطي الرموز والسياق التالي.
إذا عندنا مجموعة من الرموز، مجموعة من السياق. إذا هذا أيون الألومنيوم، أيون الكبريتات، أيون الألومنيوم، ثم ذرة الألومنيوم، أيون الحديد الثالث، ثم ذرة الحديد، أيون الكلور، ثم ذرة الكلور. إذا المطلوب في السؤال الأول هو تصنيف هذه الرموز والسياق إلى ذرات وأيونات، عفوا أنيونات وكاتيونات. ذرات، أنيونات وكاتيونات. إذا نبدأ ب الرمز بالصيغة التالية، نبدأ بالصيغة التالية NH4 بلس أو NH4 زائد أيون الألومنيوم. نعم هو عبارة عن أيون، وبالضبط هو عبارة عن كاتيون. لماذا؟ لأن شحنته موجبة، كاتيونات هي عبارة عن أيونات موجبة. نمر إلى الصيغة التالية أو الموالية. إذا أيون الكبريتات بطبيعة الحال هو عبارة عن أيون، ليس عبارة عن ذرة. هل هو أيون الكاتيون؟ بطبيعة الحال هو عبارة عن أنيون. لماذا؟ لأن شحنته الكهربائية سالبة. نمر إلى الصيغة الموالية. نعم أي 3 زائد بطبيعة الحال هو عبارة عن أيون، وبالضبط هو عبارة عن أيون موجب، أي عبارة عن كاتيون. ثم الصيغة الموالية. نعم أل هو رمز ذرة الألومنيوم، نديرو في الخانة خاصة بالذرات. نعم أيون الحديد الثالث هو عبارة عن كاتيون لأن شحنته موجبة. ثم عنصر الحديد هو عبارة عن ذرة، وضعوا هنايا. ثم أيون الكلور هو عبارة عن أنيون لأن شحنته سالبة. ثم عنصر الكلور فهو عبارة عن ذرة، عبارة عن ذرة. إذا نكمل التمرين التالي. دائما ضمن التطبيقات هذا السؤال الموالي في هذا التمرين، حدد الفرق بين الذرة والأيون الناتج عنه. كما رأينا سابقا في الدرس يختلف الأيون عن الذرة، كما أن الذرة متعادلة كهربائيا، يعني أن شحنتها الكهربائية منعدمة، بينما الأيون يحمل شحنة كهربائية موجبة أو سالبة. فسر كيف ينتج الأيون انطلاقا من الذرة المرافقة له. قلنا بأن الأيون ينتج عن اكتساب الذرة أو فقدانها لعدد معين من الإلكترونات. إذا ينتج الأيون عن الذرة باكتسابها أو فقدانها إلكترونا واحدا أو أكثر. نمر إلى السؤال الموالي. إذا من بين الأيونات السابقة كما قلنا، عين الأيونات متعددة الذرات. إذا بغينا نعين فقط غير الأيونات متعددة الذرات، ثم يجب تحديد نوع عدد الذرات داخل تركيب هذه الأيونات. إذا الأيونات السابقة هما هذو، حين نمنهم الذرات اللي هما الحديد والكلور. إذا السؤال ناقص، هل هو أيون متعدد الذرات أو أحادي الذرات؟ إذا فهو عبارة عن أيون أحادي الذرات، إذا يجب إزالته. نمر إلى أيون الكبريتات، هل هو أيون متعدد الذرات أو أحادي الذرات؟ نعم متعدد الذرات، إذا أيون الكبريتات هو عبارة عن متعدد الذرات. إذا الذرات الداخلة في تركيب أيون الكبريتات نجد الكبريت S، ثم ذرات الأكسجين O. عدد ذرات الكبريت هي أو هو ذرة واحدة، وعدد ذرات الأكسجين هو أربع ذرات. نمر إلى العنصر الموالي أو الأيون الموالي، هل هو أيون متعدد الذرات أو أحادي الذرات؟ نعم هو عبارة عن أيون أحادي الذرات، لذلك يجب إزالته. ثم أيون الألومنيوم، هل هو متعدد الذرات أو أحادي الذرات؟ نعم هو عبارة عن أيون أحادي الذرات. فآخر أيون هو أيون الألومنيوم، نعم يتكون من عدة ذرات، إذا فهو عبارة عن أيون متعدد الذرات. إذا ما هي نوع الذرات الداخلة في تركيب هذا الأيون؟ إذا نجد الأزوت N رمزه N، ثم الهيدروجين رمزه H. عدد ذرات الأزوت الداخلة في تركيب الأمونيوم هو واحد، يعني ذرة واحدة. ثم عدد ذرات الهيدروجين الداخلة في تركيب الأمونيوم هي أو عفوا أربع ذرات من الهيدروجين. إذا السؤال الخامس في هذا التمرين والسؤال الأخير، حدد شحنة كل من أيونات الكبريتات SO4 ناقص وأيون الأمونيوم NH4 زائد بطبيعة الحال بدلالة الشحنة الابتدائية E. نعم، إذا بما أن أيون الكبريتات يحمل
الاشاره جوج ناقص يعني ان شحنه هذا الايون هي ناقص جوج لان الكبريتات هو عباره عن ايون سالب وهو ناتج عن فقدان عفوا عن اكتسابات مجموعه من الذرات الالكترونيه. يحمل ايون الالومنيوم الاشاره زائد وبالتالي شحنه الايون هي زائد واحد او يمكن كتابه كذلك زائد او وننهي بذلك هذه الحصه حصه تمارين الدعم والتثبيت رقم واحد. نشكركم على حسن تتبعكم والى اللقاء في الحصه المقبله ان شاء الله.